السلام عليكم مشاهدينا الكرام. كما شاهدتوا في هذا الفيديو، فهذا الشخص هذا كان يتابع مباراة المنتخب الوطني مع نظيره المصري، ولكن وفاته المنية أثناء خسارة المنتخب المغربي. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من المفروض أن اللي عندهم ضغط أو شي مرض ما يتابعوش كرة القدم، في النهاية هي مجرد لعبة. فالله يرحمه ويسهل عليه والله يصبر الأهل ديالو. تتعدد الأسباب والموت واحدة، فاللهم أحسن خاتمتنا يا رب، واللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روض من رياض الجنة. احنا دائما كنساندو المنتخب وكنتمناو أنه يربح في جميع المباريات. كنا كنتمناو أنه يدي هاد الكأس الإفريقية، لأن الشعب المغربي تقريبا 50 سنة هو كينتظر أن المنتخب يدي هاد الكأس، ولكن للأسف تخيبوا الآمال. Thank you.